يعني باش تكوني ميس راه ماشي كوني زوينه ودايره سنان لافابو ديال الميكا صافي راك زوينه والشفار فيهم 60 متر وداك الشيء ما خدامش. لا ما كاينش تحريض للمراه ضد الراجل، انا بعدا ما كنحرضش الراجل في الدار ديالك في الزنقه ما تسوليش، ما تسوليش ديال من اللي ما خدامش واللي ما عندوش سالير موايان اللي يقدر يخول به حياه كريمه لو كوبل ديالو ما خاصش يكون عنده الحق يتزوج. معايير الجمال اولا ضروري تكون مزيونه، ثاني مزيونه ثاني سي غولاتيف. شنو هي مزيونه؟ تكون حلوه وتكون سورتو تري انتيليجونت، عندها حرفه انتريسونت، عندها ان ديبلوم زوين، عندها شي قرايه كديرها، عندها شي كوز كتميليتي عليها، عندها شي جمعيه كتخدم فيها دوبي دي زاني. يعني باش تكوني ميس راه ماشي كوني زوينه ودايره سنان لافابو ديال الميكا صافي راك زوينه والشفار فيهم 60 متر وداك الشيء ما خدامش، ولا عندها فورمات 46 مخدومه بلا شيرجي استيتيك ولا تاي 36 ولا كيما اللي كتجمع باسكو هادشي اللي شفنا مؤخرا. اي جو نو سوي با داكور. باش تكوني ميس خاص يكونوا بوكو دو كريتير اللي هو وي الجمال، تكون فريمون يعني كتعجب طول الموند، فيزيكمون تكون حلوه كتشوفي فيها بوكو دو شوز في عينيها، كتشوفي عندها اون انتيليجونس، كتشوفي سي بوكو دو شوز على فوا اللي جينيرالمون ما عرفتوش كياخذوا بعين الاعتبار دي كريتير ولا لا. جيسبر هذا العام تشوفوا شي ميس ناضيه. نحضر واحد الفيلم واحد المسلسل، جو برون دي كور افيك ان كوتش دايوغ كنسلم على الحبيب اللي كيخدم معايا كيفاش نعرف نانتيغري باسكو انا ماشي ممثله، كيفاش نعرف نانتيغرا في الدور، كيفاش نعرف ناخذ مزيان الشخصيه ديال اللي غنلعبها. كاين اوسي المشروع ديال ان تولك شو ان شاء الله قريب، حنا غادي لا ما كاينش تحريض للمراه ضد الراجل، انا بعدا ما كنحرضش غير الا خداوها تحريض سيكو عارفين بان داكشي اللي كنقول بصح نيت كيحط على هذيك النقط اللي سلبيه اللي الواحد كياخذها بحال اون كريتيك ولا كياخذها باغا تفرقي الشمال ولا نو كون سافا با سافا با. ما يمكنش لكم تبقاو ديروا العكر على الخنونه، ما يمكنش تكذبي على بنادم هو حاس ما هو حاس بشي حاجه كاين فا با. راه المراه ولا الراجل اللي ما كيحسش بالراحه راه سي ديجا ان سينيال دالارم باش الواحد يشوف اش كيخربق ويحط النقط على الحروف. وإلا مشات حتى تقاست الكرامة والثقة والأخلاق لو ريسبي الاحترام الواحد غير يحبس من عندي أنا صرا من الآخر غير يحبس. أغلب النساء أول حاجة باش جاية من دارهم باش داخلة لعند الراجل مسامحة في حقها داخلة خاسرة ما داخلاش عاطيه القيمه اللي خاصها تكون نورمال عند لي تخيما ماشي مراه ولا راجل عند لي تخيما. كاين واحد الحاجه سميتها لا دينيتي لا عند الراجل ولا عند المراه ما خاصهاش تقاس. حتى حد ما عنده الحق يطيح من شي واحد وحتى حد واخا راجلك واخا باك واخا امك راه المشكل في لا سوسيتي ديالنا حنا اللي فيها بزاف ديال المشاكل وفيها بزاف ديال الاسس اللي خاصها تتغير. دونك هذا الموضوع طويل وفيش لا ما يتقال. الراجل مثلا الراجل في الدار ديالك في الزنقه ما تسوليش ديال من اي مراه مغربيه غتسولها تقول لك بصح نيت الراجل في الدار ديالك وفي الزنقه ديالك كلشي كيفاش فهمت شكون عطاكم الحق تفيكيليو هذه الجمله شكون؟ منين جبتوها كيفاش علاش فوقاش ومكبرين شعب على قدو بهذ الافكار الغالطه واش فهمتي؟ هذيك غمره راه باقي الناس كيقولوها عادي دراري عندهم 16 17 عام سامع با كيقولها سامع عمو كيقولها حتى هو كيطلع كيقولها سيري دخلي ليه في العقل الباطن ديالو مسحي عليه يلاه شو كي غديري غمره راه غا كتبكي طالع عليها الدم غا الهرمونات ما عارفينش العيالات لا فورس اللي عندهم وكتبقى حتى هي كتحقر راسها حتى صافي سا دون سكو فوزيت اون تران دو فوار اجوردي بوكو دو فام مالوغوز النص اللي عنده لي موايان راه كياخذ دي زونتي ديبريسور وهي غاده. نورمالمون قانونيا ما خاصش تعطيهم الحق. انا قلت لكم مؤخرا اللي ما خدامش واللي ما عندوش سالير
موايان اللي يقدر يخول به حياه كريمه لوكوبل ديالو ما خاصش يكون عنده الحق يتزوج. المراه اللي ما عندها صنعه ما عندها حرفه ما عندها خدمه ما عندهاش الحق تزوج. ومني ليكم اللي ما خدامش واقفه على رجليها ومازال ما دارتش علاش ترجع ما خاصهاش تزوج. الزواج سوني با ان جو ماشي لعب. باش تكون اسره نورمال كنهضر غير على نورمال ما دونيتش على اكيليبري متواني متوازنه نورمال خاصها شروط. هادو كاملين اللي كيتزوجوا ما عندهمش شروط. كاين اللي مسطي وكيتزوج راه حتى قانونيا راه اللي مسطر ما عندوش الحق يتزوج نورمالمون كيخصش تكتب ليه العقد. شحال من فليب كيتزوجوه وشحال من وحدانيه خاصها المتابعه الطبيه وخاص لوسبيتاليزاسيون كيتزوجوهم. اش كتنتظري غيكون من بعد لي كاتاستروف لي كريم. انا هضرت على الموضوع تاع الراي ديالي غنرجعوا للعقوبات الصارمه اللي خاصها تكون في هذا الموضوع. هذا اللي تحرش بشي وحده خاصو يتعاقب لان عينه وكاينه اوسي نعاود نقول كاينه المسؤوليه ديال لا بروفوكاسيون. كاينين بزاف البنات ماشي باللبسه لا بلاتيتود كي بروفوكي ما كنجمعش طول الموند لو دووا دو بورتي لي برا واللي بغى يلبس شي حاجه يلبسها ولكن كاينه واحد لاتيتود اللي هي اللي غتخلي بنادم يتصرع لك ولا ما يتصرعش عليك. عقوبات او با عقوبات داكور. انا كون كانت اختي ما نخليهاش تنازل. انا لو كانت اختي ولا بنت خالتي ما نخليهاش تنازل باش يبقى عبره لانه هو قال لهم انا غا كنت كنضحك. شنو هي غا كنت كنضحك؟ دار مشكل عليك دو في المغرب حيت شنو هي اش قربك ليها واش قاسك لها؟ بغيتي اش بغيت نقول لك بغيتي تشوف حسيتي بلا بروفوكاسيون شوف اسكت ما عجبكش الحال كاين شي قانون سير ديكلاري بها ولا سير شوف اش دير. مي ما عندكش الحق انك تقيس او تهز لها صيتها وتقلبوا وكيضحكوا. وهادشي راه ما كنهضرش على جوج دراري راه منهم بالالاف مشتين. والمشكل منين جاي؟ من قلة الدرابي ديال الماوات والباوات لان كل كانت مو باه مربينه مزيان عمره ما كان يتجرا يدير هكاك. دونك كلشي كيرجع للتربيه العقوبات الصارمه اي اوسي لا ريسبونسابيلتي دو نو اوتون كيتر هومان دو نو با اتر دون لا بروفوكاسيون. لا بروفوكاسيون بالنسبه لي انا سي كيستيون داتيتود ماشي كيسكو تو بورت. ديما العيالات كيتنازلوا تبارك الله عليهم كيخافوا من قال قلتي ويلي بوت ولادك هذاك ايوا سادون واحد سادون مجتمع فيه بزاف ديال الثاره وقله الادب. حيت للاسف ملي كتسمحي اليوم ملي كتنازلي اليوم في العقليه ديالنا حنا كياخذها بحال ان ليسي باسي بوغ اون اوتر فوا. ما كيقولش صافي هذه التوبه كيدوز عام عام هادشي لا طول الا تعطل وحشم على عراضو كيدوز عام عامين كيعاود يقفرها لان هو ديجا تنازلتي ليه فهمتي. ومع الوقت اش غتقول غنعاود ثاني ديكلاري به وتمشي عاوتاني تجي لها امها تقول لها وانت ديكلاري ديك تعاود ديكلاري دابا صافي اللي عطى الله عطاه وهي غادا. الخيانه بيان سور والتحرش بالفم بيان سور. انا عمر شي حد ما قاصني زعما بزز مني ولا هكا في الزنقه جامي عمرها ما وقعات ولكن الخيانه بيان سور. عمده ديال الدار البيضاء سيمي فام دايوغ مبروك عليك لاله. كاينين دوطخ بوست كاينه نسيت على لو بوست اللي خدات اون توكا متبعاهم دون مانيير رابيد كنطلو وكنفرح كنقول كازا بلانكا واعدونا بان كازا بلانكا غتنظم. نهضر على مدينتي واعدونا بان يوغا بوكو بلوس ديسباس فيغ واعدونا بان ما بقاوش نلقاو الازبال بارتو واعدونا بوكو بلوس دو سيكوريتي. وبعدا ماشي غير انا طول الموند اتون طول الموند الناس كاملين كيتسناو جيسبيغ ان شاء الله يقدروا يحققوا هاد الوعود باش وعدونا. تبارك الله عليكم ان شاء الله يفاجئ الناس ربي قريبا 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 وترجع الوقت احسن من ما كانت سورتو مع الحكومه الجديده اللي انا Je suis très optimiste. Quand on a vraiment, on trouve un monde nouveau, on trouve une عقلية جديدة, on trouve une dame جديدة. On a besoin aujourd'hui d'un nouveau Maroc. تبارك الله بزاف العيالات خداو de nouveaux postes. منهم beaucoup de femmes que je connais. D'ailleurs, je vous fais plein de bisous. فرحانة ليكم بزاف. Bon courage لينا كاملين.